من القاهرة وناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. قرار تاريخي لليونسكو، الأقصى للمسلمين. قضايا الدولة لم نقر بمصرية تيران وصنافير. الإرهابيون يتساقطون في سيناء. انهيار جماعات داعش في الموصل. وإليكم تفاصيل النشرة. صفعة على وجه إسرائيل، فقد اعتمدت اليونسكو للمرة الثانية وبشكل نهائي قراراً جديداً باعتبار المسجد الأقصى مكاناً مقدساً خاصاً بالمسلمين فقط. كانت إسرائيل قد مارست ضغوطاً كبيرة على اليونسكو بعد قرارها الأول، ما دفع إيرينا بوكوفا مديرة المنظمة لإصدار بيان تزعم فيه أن المسجد الأقصى هو أيضاً جبل الهيكل وفيه حائط المبكى. كما تقدمت المكسيك بطلب لإعادة التصويت، وجاءت النتيجة لتؤيد القرار التاريخي وتنفي أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم. نفت هيئة قضايا الدولة ما تم تداوله من أخبار حول إقرار محامي الهيئة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري، وقال نائب رئيس الهيئة: هذا كلام كاذب، والمحكمة أمامها أوراق ومستندات وننتظر حكم القضاء. كان قد انتشر على مواقع التواصل أن محامي الحكومة أقر أمام مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين. الخروج من الوادي الضيق، فقد أعلن شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن بدء طرح 500,000 فدان لمشروع 1.5 مليون فدان الأربعاء، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين ولصغار المزارعين، وستكون هناك بنية أساسية مكتملة بالمناطق المطروحة. ملاحقة مافيا السوق السوداء، فقد تمكنت الأجهزة الرقابية خلال الأسبوعين الماضيين من ضبط ما يزيد على 3,000 طن سكر قام التجار في القاهرة والمحافظات بتخزينها بغرض الاحتكار. كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 200 طن أرز بمخزنين مملوكين لتاجر بمركز الزرقاء في دمياط. كشف مصدر أمني عن مقتل 12 إرهابياً، قائلاً أن القوات رصدت تحركات لمجموعة مسلحة جنوب شيخ زويد وتم استهدافهم وقتل 3 من بينهم. كما تم توجيه ضربات استهدفت جنوب العريش ووسط سيناء وجنوب رفح وشيخ زويد، وتم خلالها قتل 9 تكفيريين وإصابة 14 آخرين. كان المتحدث العسكري قد أعلن عن مقتل 19 تكفيرياً وتدمير 31 ملجأً للإرهابيين. استمرار المعارك لتحرير الموصل، فقد أعلنت القوات العراقية تحرير نحو 20 قرية بالقرب من الموصل خلال اليوم الأول من عملية استعادة المدينة الواقعة في شمال العراق. وأكد رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي أن القوات المشتركة تواصل تقدمها على 3 محاور وفق الخطط الموضوعة، موضحا أن المعركة تسير بشكل سريع بسبب انهيار دفاع داعش. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.